يهدف هذا الحفل لتعريف الأجيال الشابة بمضامين التراث بصورة أقرب لهم مما يتعرضون له في المناهج الدراسية. قدمنا مهرجان رائع للتراث الأردني في منطقة الجنوب بمشاركة 4 مديريات تربية من مناطق الجنوب، وهي مديرية تربية القصر، ومديرية تربية معان، ومديرية تربية العقبة، ومديرية تربية البتراء. فعلا كان هذا المهرجان عرس وطني رائع، قدمنا فيه جميع التراث الأردني الأصيل من فقرات شعبية ومن مأكولات شعبية كذلك، ومن إرث تاريخي وأدوات استخدمها أبائنا وأجدادنا. طلابنا تعرفوا على الأشياء عمرهم ما سمعوا فيها ولا شافوها، يعني ما كانوا يعرفوا المحراث، ما كانوا يعرفوا المذرة، ما كانوا يعرفوا أشياء كثير، المنجل، أبسط الأمور. تعرفنا كمان إحنا على ثقافات المحافظات الثانية زي السمسمية، شفناها على الواقع زي العرس البدوي، يعني عرضناه واستمتعنا في هاي الأوقات. الدحية، القضاء العشائري، تعرفنا على أشياء كثيرة عن تراثنا القديم. بالفعل تراث يعني كثير حلو حلو، لازم إحنا نتعلم ونفتخر إنه عندنا هذا التراث. تنظيم مثل هذه الاحتفالات من شأنه تقوية التواصل المجتمعي بين أهالي المحافظات وإطلاع الشباب على تراث الأجداد.